سؤالي جوابي، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إدراك الغيب بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هو الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان أركان كلمة التوحيد. أركان كلمة التوحيد: النفي والإثبات، شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله ثمانية: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الكفر بالتواقيت. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نبيك هل كان لو قد علي؟ هل كان لو قد علي؟ نبيك عروت اسم سيعين كان شيك ويلشا عبد الله قاسم إبراهيم جبتها ياكو عوري ياكو أرزاقي يا أنت كل سوى كيسي يا عذر كينا يا بحية يا عظمات كينا يا بحية ما شاء الله. والله أبناء التوحيد أنا غيت إن شاء الله وحال الكربة سومالو إبل إن أنا أنا قطان دعاء داعي دين إلهي كفرنا إن شاء الله.